تقدم رئيس مجلس النواب المستشار دكتور حنفي جبالي بالتهنئه للرئيس السيسي بمناسبه فوزه بانتخابات الرئاسه، وقال المستشار دكتور حنفي جبالي ان اعاده انتخاب الرئيس السيسي تاتي لاستكمال مسيره البناء والتنميه ومواصله مسيره بناء الجمهوريه الجديده. الزميلات والزملاء نواب شعب مصر العظيم، لقد اعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات بالامس فوز المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي. في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، واذ يشرفني أن أتقدم باسمي وباسمكم لفخامته بخالص التهنئة على ثقة الشعب المصري داعين المولى عز وجل لفخامته بالتوفيق والسداد في مواصله مسيره عطائه للوطن وتحقيق طموحات شعب مصر الابي نحو مستقبل افضل وباسمي وباسمكم اقول يا فخامه الرئيس لقد اراد المولى عز وجل لمصر ان تستكمل مسيره البناء والتنميه وراى الشعب المصري انكم الاقدر انكم الاقدر والاقدر على اداره الامور لمواصله مسيره بناء الجمهوريه الجديده واستكمال ما بداتموه من انجازات شملت القطاعات كافه في فتره زمنيه دقيقه مليئه بالتحديات الاقليميه والدوليه اعانكم الله جل وعلا يا فخامه الرئيس على تلك المسؤوليه ووفقكم لما فيه الخير لابناء مصر الاوفياء حفظ الله مصر وشعبها